لكن المؤمن لا مش عاوز معجزة. فبيجيك واحد يقول لك اليوم ليش الله ما يعملنا معجزة؟ طيب السؤال هو لما ربنا يعمل لك معجزة عشان شو؟ حتى تؤمن؟ المعجزة لا تدعو الناس للإيمان، المعجزة مش عشان الناس تآمن، المعجزة عشان صدق القائل. المعجزة مش علشان الناس تدخل في الإيمان، لا. يعني لما اقتربت الساعة وانشق القمر، لما انشق القمر قريش آمنت؟ لا، ما آمنوا، ما آمنوا. لما اليهود قال للنبي عليه الصلاة والسلام احكينا قصة ذي القرنين، وراح حكى له قصة ذي القرنين، أسلموا؟ لا، ما أسلموا. معجزة ليست تؤمن، ولكن المعجزة لتظهر صدق النبي الذي قال بنبوته. فالسؤال، أنت اليوم بدك معجزة عشان تعرف أن النبي محمد صادق؟